السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جيت بغيت نشارك معكم واحد الغديوة ديالتي بسيطة وسهلة. المهم أنا عندي هنا واحد الحوتة دورادة تقريبا فيها شي نص كيلو، وانتم الشكل ديال الحوت اللي عندكم اللي بغيتوا ديروه في الفران أو لا الصغير مش مشكل اللي متوفر عندكم. وعندي هنا واحد الإناء اللي كيدخل الفران، انا بالنسبه لي عندي هذا ديال الزاج، وكل واحد شنو الاناء اللي كيستعمل في الفران. ندوزو المقادير شنو غادي نحتاج بالضبط. عندي هنايا مطيشه درت هاد الورات، 4 الفصوص الثومه، اوراق سيدنا موسى، الحامض قطعته هكا شرائح، بصله حتى هي شرائح، الخيزو او الجزر حتى هو شرائح، شويه ديال الهريسه، هاد العطريه المخلطه كوري، بالنسبه للعطريه ديال الشرموله كلشي كنعرفو الشرموله شنو كيدار فيها، مثلا التحميره، ابزار، سكنجبير، المليحه، كمون، خرقوم، والزيت المائده، والقزبر ومعدنوس، وبطاطا قطعت حتى هي هكا شرائح، واللي عنده الفلفله حتى هي يزيدها. انا بالنسبه لي ما متوفراش عندي الفلفله ما درتهاش، ولكن اللي عنده يزيدها. ندوز نبداو على بركة الله. نخلي هاد الحوتة على جنب. نبدأ بسم الله على بركة الله. نبدأ ندير الخضرة. انا استفدت الخضره كامله على هذا الشكل كيف ما شفتوا معايا. دابا غادي ندوز هذه الحوته، غادي نقطعها شويه هكا، نشرحها من الجوانب من الفوق، من الظهر ديالها لهذا الشكل. هكا على هذا الشكل من الفوق. انا كيفاش كنحتفظ بالحوت في المجمد؟ كنجيبو من المارشي، وما كان ما كنغسلوش، كنجيبو نيشان وكنديرو نفرقو في الميكات، كنفرقو في الميكات وكنديرو تا كنبغي نستعملو، عاد كنجبدو كيطلق شويه، عاد كنجبدو كيطلق شويه صافي، وكنغسلو باش كنغسلو زعما غسله وحده، ما كنغسلوش في الاول ونعاود نديرو في الفريغو ونعاود، كنغسلو غسله وحده. دابا كنسيب الشرمولة، عندي هنايا القزبر ومعدنوس مقطعين. دابا غادي ندير العطرية وغادي ندير الشرمولة وغادي نشرمل الحوتة ديالي مزيان.
نجيب واحد المعلقة صغيرة ندير هاد الهريسة. الحوت كيبغي شوية الحار، غادي نعصر هاد النص ديال هاد الليمونة حامضة. نضيف لها طرية، ندير هكا طرية مخلطة كما سبق لي وقلت لكم، شوية ديال التحميرة، سكينجبير، الخرقوم، الكمون، كتعرفوا السمك كيبغي شويه الكمون بزيت، مليحه، نزل خاصني شويه د الخل، نجيب الخل وندير واحد الكوانطيس أولا الليكات، باش نشرمل الحوتة مزيان، الليكات دابا عطاهم الله. بالنسبه لكم نتوما انا هذه دوراده، بالنسبه لكم نتوما الشكل اللي متوفر عندكم، او للحوت الصغير او اللي متوفر علاش لا. هاد كنشرملها كنشرملها ني تفوق هاد الخضيره باش ديك الشرموله اللي كطيح ليا ولا كطيح ليا نيت فوق هاد الخضيره. على هاد الشكل دخل فيه هنا الشرموله من الجناب هنا في هاد الراس في العين ديالو، نقلبها صافي، وملي كيطيب هاد العطريه كتطلق في الخضره وكتطلق في كلشي.
نزيد ليها هاد نصيص الحامضه اللي خليت اللي عصرتها. واخا غير القشور ديالو يطلق البنه. ندير دابا الزيت من الفوق هكا كيما شفتو معايا. دابا غادي ندير ليها هاد البابيل ونسبخ ليها هاد الاول هاد ورق الزبدة، وعاد غادي ندير الالومنيوم من الفوق لان الالومنيوم ماشي صحي. هكا كيما شفتو معايا غندير الفران سخون نسخناه من قبل لان طيب فيه الخبز. غادي ندخلها الفران ونبقى نطلع عليها مره مره حتى تطيب ونرجع معكم. وها هي الحوته ديالتي وجدات، كتجي على هذا الشكل كيف ما شفتوا معايا. خليت فيها شي شويه ديال المريقه نتمنى تعجبكم هذه الوصفه سهله واقتصاديه. خليت فيها واحد شويه ديال المريقه، نتمنى تعجبكم وبسلامه الى فيديو لاحق ان شاء الله. بسلامه.